ريدكشن يعني ريدكشن يعني احول الاويل لسوليد فات. هي الاويل دي يا جماعه مش فيها انساتوريتد فاتي اسيد؟ قال لك لو مشيت كده تيار هواء سخن يحتوي على هيدروجين في وجود كاتاليست زي الزنك مثلا، اي انساتوريتد فاتي اسيد هياخد قوه هيدروجين ويكسر الدبل بوند ويتحول ساتوريتد. لما حولت الانساتوريتد فاتي اسيد الى ساتوريتد الاويل بتاعي هيبقى فات، وده اسميه هاردنج. ودي طريقه عمل السمنه الصناعي. ازاي السمنه الصناعي عاملها؟ هجيب اي زيت نباتي اويل يحتوي على انساتوريتد فاتي اسيد، همشي عليه تيار هواء سخن في هيدروجين خمور كبد زي الزنك، الاويل في انساتوريتد فاتي اسيد يتحول الى ساتوريتد، وبالتالي الاويل يبقى فات. ده اسميه هاردنج هيدروجين ديزيو. يبقى هاردنج او هيدروجينيشن او ريدكشن هي نفس الكلام بالظبط، يعني conversion of oil into solid fat. ازاي؟ عن طريق تحويل الانساتوريتد فاتي اسيد الى الكورسبوندنج ساتوريتد فاتي اسيد. اوكي؟ ودي اول واحده اسمها هاردنج اول بروبرتي للتاني. الثانيه اهم منها واسمها ايودين نمبر او الرقم الايوديني للزيت او الفات. يعني ايه ايودين نمبر؟ قال لك يا نمبر اوف جرامز اوف ايودين ابزوربت باي 100 جرام اويل اور فات. نمبر اوف جرامز اوف ايودين ابزوربت باي 100 جرام اويل اور فات. الديفينيشن بيجي في المحل. يعني ايه؟ يعني عندي اويل او عندي فات هضيف له ايودين، وهشوف الاويل ده او الفات ده هيابزورب بكميه ايودين قد ايه؟ يا دكاتره كل ما يكون الفات او الاويل في انساتوريتد فاتي اسيد هيابزورب ايودين اكتر ولا اقل؟ هيابزورب ايودين اكتر. وبالتالي بستخدم الايودين نمبر ده از ان اندكس فور ساتوريشن، تؤشر على التشبع. كل ما يكون الاويل في انساتوريتد فاتي اسيد اكتر الايودين نمبر هيبقى اعلى. وبالتالي لو عندي اويل وعندي فات مين هيكون ليه ايودين نمبر اعلى؟ اويل ولا فات؟ الاويل، لان الاويل فيها انساتوريتد فاتي اسيد اكتر، وبالتالي الايودين نمبر يبقى اعلى. الكلام ده مهم قوي. نقوله تاني الديفينيشن ايه؟ نمبر اوف جرامز اوف ايودين absorbed by 100 جرام فات اويل. عندي 100 جرام فات او 100 جرام اويل هشوف الايودين اللي هعمله absorption قد ايه. وده بستخدمه as an index for saturation مؤشر على التشبع. والاويل هيبقى ليهم ايودين نمبر اعلى من الفات. وده سميته مع بعض يا جماعه ايودين نمبر. نمبر 3 هيدروليسيس اوف تيك، تكسير التيك. والله التيك ممكن اكسره باكثر من طريقه. ممكن اعمل له اسيد هيدروليسيس، اكسره في وجود اسيد. اسيد هيدروليسيس اوف تيك ازاي؟ اجيب يا جماعه اسيد واعمل بويلنج للتيك مع الاسيد، هغلي التيك في وجود اسيد، فيحصل هيدروليسيس للتيك ويديني 1 جليسترول و 3 فاتي اسيد. والكلام ده بيجي في الامتحان والمنشن ذا هيدروليتيك برودكت اوف تيك. يعني سؤال يعني سهل قوي وصعب نغلط فيه ان شاء الله. التيك اللي هعمله هيدروليسيس هيديني جليسترول بلس 3 فاتي اسيد. انا في الاستر بجيب الاسيد مع الاركو بجمعهم مع بعض، انا بكسرهم في وجود الاسيد. يبقى الجليسترول والسليم فاتي اسيد دول البرودكت اوف هيدروليسيس اوف تيك. طب انا مش هعمل اسيد هيدروليسيس بقى، انا هعمل الكالاين هيدروليسيس، هكسرهم في وجود الكالاين. الكالاين هيدروليسيس هعمل ايه؟ اجيب التيك واجيب بيز زي مثلا الكي او اتش بوتاسيوم هيدروكسيد. هيحصل ايه؟ البوتاسيوم هيدروكسيد هيكسر التاج الجسم وكمان 3 فاتي اسيد. ال 3 فاتي اسيد هترياكت مع البيز، واسيد مع بيز يدي صولت.
والالكالين سولت اوف فاتي اسيد اسمه سو ايوه دي ار سي او او كي وده اسميه سوبر. دخلت ثلاثه كي او اتش طلع لي ثلاثه سوب وفي ثلاثه ميه بيطلعوا كمان وبالتالي عمل سوب اسمي ده بوتاسيوم سوب او اسميه سوب والبروسيس دي اتكتره اسميها صابونيفيكيشن. ايوه حتى صابون يعني هي دي طريقه عمل الصابون. مش قلت المره اللي فاتت لو عندي زيت وحطيت عليه بيز يطلع صابون؟ اهو ده زيت في كده وده بيز واللي طلع اهو صابون فسميت البروسيس دي صابون او انت صابون. ولو قلت 20 ايه تعريف الصوب دول ايه؟ الكلاين صوت وفاتياسي. يبقى الصوب ده الكلاين صوت وفاتياسي ودي طريقه هو للهيدروليسيس اسمها الكلاين هيدروليسيس او صابونيفيكيشن. الطريقه الثالثه بقى عن طريق انزيم اسمه لايبيز. لا هضيف لا اسيد ولا هضيف بيز. ده الكلام ده بتحصل في جسمي عندي تاج بتخزن في جسمي وسيادتك صايم وانت صايم مش بتاكل. جسمك يحرق ايه ويستخدمه السورس اوف انرجي يحرق الفات اللي متخزنه في جسمك. هي الفات متخزنه في جسمك في صوره ايه؟ داج. طيب اكسر الداج ازاي جوه جسمي؟ اضيف اسيد في جسمي؟ اضيف بيز اعمل صابونيفيكيشن؟ امال اعمل ايه؟ طبعا بنزيم اسمه لايبيز. يبقى ده في جسمي بقى. في انزيم اسمه لايبيز هيكسر الداج. طب لما الداج يتكسر جوه جسمي؟ والله الداج لما يتكسر في اي حته يدي جليسترول ويسيب الجسم. يبقى اللايبيز ده جوه جسمي بيكسر التاج الى جليسترول وثري فاتي اسيد. يبقى الهيدروليسيس اوف تاج بثلاث طرق يا سليمان اصحى. اول طريقه اسيد هيدروليسيس بويلنج للتاج مع اسيد جليسترول وثري فاتي اسيد. الكراين هيدروليسيس باضافه الكالي بتكسر التاج لجليسترول ويدي ثري بوتاسيوم صوت. والبروسيس سميتها صابونيفيكيشن. فلو قال لي ديفاين سابونيفيكيشن هو ايه؟ الكلاين هيدروليسيس اوف تيك اوف تيك الكلاين هيدروليسيس اوف تيك ده اسمه سابونيفيكيشن. والصوب هو الصوديوم الصوديوم او بوتاسيوم صولت اوف فاتي اسيد. يبقى الصولت اوف فاتي اسيد ده الكلاين صولت اوف فاتي اسيد هو اللي بسميه صوب سواء كان فيه بقى صوديوم او بوتاسيوم. اما باللايبيز في جسمي يتكسر الجليسترول وثري فاتي اسيد. اللي فات ده كوم والبروبرتي اللي جايه كوم لوحدها. ايوه الرانسيتي دي كده منتهى الاهميه واكتب عليها ايه في الامتحان. مديل مديل شويه ايه ده بقى شنو ده يا جماعه طيب وعدتوا يا جماعه في اخر المنهج ان شاء الله هشيل لكم انا مذكره كده حاجه صغيره اوفر عليكم يعني بدل ما تتابعوا نفسكم كده. ايوه ايوه لا مش فاهم ان شاء الله تبقى رانسيتي. رانسيتي بالعربي يعني التذرنب. اسمها التذرنب يعني رانسيتي. لو عندي كربوهيدرات او عندي بروتين او عندي فات لو الكربوهيدرات يا جماعه باظ حصل له سبويلنج ده اسميه فيرمنتيشن تخمر. يبقى كلمة فيرمنتيشن ده لو الكربوهيدرات باظت حصل لها سبويلنج اسمها ده فيرمنتيشن تخمر. طب لو البروتين باظ حصل له سبويلنج اسميه ديناتيوريشن. يعني ايه كلمة ديناتيوريشن؟ تعفن. الفاظ حلوة أوي تعفن. كلمة ديناتيوريشن يعني تعفن البروتين. نعم تخمر ده تعفن. اما الفات بقى لو باظت يحصل لها ايه؟ رانسيتي. ده اسميه تذرنب. ايوه كده. يبقى الكربوهيدرات لما تبوظ ده اسمه فيرمنتيشن. والبروتين لما يبوظ ده اسميه دي ناتيوريشن.
والفات مرميبوز ده اسميه رانسيديتي. احنا النهارده بنتكلم عن شابتر اسمه ليديت كيمستري وبدرس سبويلنج اوف اويل ده اسميه رانسيديتي. نظري منتهى الاهميه، نظري مهم جدا جدا. ما مش ولا لكن اوعدك اوعدك في البروتين ناخد نتريشن ان شاء الله. اوعدك انا اقصد يعني مش معنى كبير اللي بيحصل لهم يعني. لا كلهم بيحصل لهم بس احنا انت بتعمل رانسيتي اكتر. الفرمنتيشن اوريدي ليها يعني بعض الابلكيشن بستخدمها يعني. انتوا عارفين طريقه عمل العيش؟ لازم تجيبوا خميره تحطها على العجينه، الخميره دي تخمر العجينه ويطلع جاهز. انتوا عارفين ليه الرغيف بيطلع اصلا خميره؟ اه بيطلع جاهز كامل. فليها ابلكيشنز مهمه يعني مش سبويلنج قوي مش بستخدمها. لكن الرانسيتي لو باظ الزيت ممكن يعمل مشاكل واورام وسرطانات وكانسر، فعشان كده ايه محتاج يعني ايه رانسيتي؟ رانسيتي يعني ديفلوبمنت اوف باد فليفر اوف اويل اور فات. يعني ايه كلمه فليفر؟ لا فليفر يعني مش طعم، نكهه. ويعني ايه نكهه؟ طعم وريحه. يبقى كلمة تقول لك طعم وريحة الزبدة الفلاحي. ايوه فكلمة فليفر، فليفر يعني نكهة، ونكهة يعني سمل وتيست. يبقى لو الزيت أو السمنة طعمه بقى وحش وبقى ليه كمان ريحة وحشة يبقى الزيت ده رانسيت يعني متذرنب. يبقى ديفلوبمنت أوف باد فليفر أوف أويل أور فات. طيب جميل، إيه الكوزز؟ اكسبوجر لايه؟ قال لك الكوزز ده سؤال مهم. سؤال مهم؟ طبعا مهم. ايوه هو مهم. قال لك اكسبوجر لمويستشر. يعني ايه مويستشر؟ رطوبه، يعني لو كان في ميه. وعشان كده الحصه اللي فاتت في طبق اليوم في اخر الحصه كده قلت لك ان الباتر لازم لو انا حبيت اخزنها لازم ازيحها. يعني اي ووتر فيها تتبخر. البتر وهي بتر كده ما ينفعش تقعد فتره طويله، اخرها شهر اثنين ولا كان زي كده. لكن لو حبيت اخزنها بقى سنه واثنين وثلاثه لازم ابخر الميه اللي فيها عشان تبقى من غير ميه. لان وجود ميه في الاويل او الفات يعملها سبويلنج، يخليها رانس تبوظ بسرعه. ليه يا ترى؟ اصل الميه دي يعني وسط خصب وبيئه خصبه لنمو البكتيريا. فلو في ميه في الاويل او الفات ده يسمح للبكتيريا انها تنمو وتبوظ الاويل او الفات. فلازم اشيل منها الميه لو انا هخزنها فتره طويله. طيب ده المويستشر. الاو الاكسجين. ايوه لو في اكسجين كتير الاكسجين يعمل بيروكسيديشن للفات او الاويل. يبقى الاكسجين كمان. الاتش هاي تمبشر. درجه الحراره العاليه. هو المفروض ان الدكاتره اغلي او اقلي في الزيت كام مره؟ مره او بالكتير قوي اثنين، بالكتير قوي اكتر من كده ما ينفعش. ليه؟ اصل انت كل مره بتغلي الزيت بتعرضه لدرجه حراره عاليه، وفي نفس الوقت الاكسجين موجود في كل حته، وبالتالي الزيت ممكن يتعرض للبيروكسيديشن. الراجل بتاع الطعميه بتاع الشارع اللي بتطلب منه كل يوم ده بيقلب الزيت كام مرة؟ ده ممكن الساندوتش اللي انت جبته الاسبوع اللي فات نفس الساندوتش نفس الزيت بتاع الاسبوع ده، يعني هو نفس الزيت ما بيعملش. عشان كده لما تقرب منه تلاقي ريحه زي الزفت، وتلاقي الزيت بتاعه اسود، وتلاقي الطعميه زي الفل، تضرب الساندوتش من هنا على المستشفى على طول، يعني ما في دقيقتين تروح المستشفى. فالاكسبوجر للاوكسجين والهاي تمشر ده تكلف. الاكسبوجر للاوكسجين والهاي تمشر يخلوا الزيت او الاويل رانسيت. الام بقى وجود ميتال، وجود ميتال معين يشتغل كاتاليست. يعني كاتاليست محفز للتفاعل. فاكرين لما قلت لكم انا بعمل هاي هاردنج للاويل تبقى طولت فات ده في وجود زنك؟ الزنك يشتغل كاتاليست للاويل. فلو عندي في الاويل زنك او ايرن او اي ميتال ممكن يشتغل كاتاليست. ده ممكن يكون موجود، ممكن اللي يفرق
الزيت عن غيره البوريفيكيشن التنقية. فلو زيت مش بيور زيت مش نقي ممكن اضيف اويل او تلاقي دي ميتال ايرون او زنك او كالسيوم ده يشتغل كاتاليست اكتر ويخلي الزيت يبوظ اسرع. يبقى الجوزز اوف فرانسيتي اكسبوجر ليه مهم؟ ام مويستر او اوكسجين اتش هاي تنشن والام ميتال. الميتال شغال ايه؟ كاتاليست. طيب جميل جدا جدا جدا. دي الرد الزنك الايرون الكالسيوم وجود ميتال يخلي البروكسيشن اسرع يعني يخلي الاويل سنسيتيف اكتر للاكسجين فيخلي البروكسيشن اسرع. ميتال زي مين؟ زنك ولا ايرون ولا كالسيوم. وده اللي يفرق بيور اويل عن اويل مش بيور. اللي الاقي فيه زيت رخيص وزيت غالي البريفيكيشن اعلى النقاء بتاعه اعلى يقول لك مصفى لاخر قطره. شفتوا الكلمه دي؟ يعني نقي قوي يعني. فالنقاء يعني مفيش حاجات شوائب فيه مفيش ميتال ولا حاجات شوائب فيه وبالتالي يقعد فتره طويله متخزن من غير مشاكل. فده الاكسبوجر ل مويتشر او اوكسجين او هاي تنشر او ميتال. ده الجوزز. ندخل بقى على التايبس. ركزوا معايا بقى ركزوا معايا بقى. التايبس اوف رانسيتي نوعين. في نوع بسميه هيدروليتيك رانسيتي والنوع تاني اسمه اوكسيديتيف رانسيتي. نبدا اول نوع اسمه هيدروليتيك لايسيس يعني تكسير وهيدرو يعني ميه. فهنا بكسر وببوظ الزيت او الاويل فوق الميه. سببها ايه؟ قال لك اكسبوجر لمويتشر يعني ايه مويتشر لسه واخدها حالا رطوبه رطوبه وكمان بكتيريا. ما احنا قلنا ان المويتشر وصل خزن جوه البكتيريا. فلو كان في الاويل او الفات ميه هتنمو البكتيريا والبكتيريا فيها انزيم اسمه لايبيز. فتنام شويه. الدكاتره التاج ده اهم ليفل موجود في الدنيا. فبالتالي اي انزيم يكسر التاج اسميه لايبيز. البكتيريا اللي موجوده هتطلع انزيم اسمه لايبيز. واللايبيز هيكسر التاج ويطلع شورت تشين فاتي اسيد. هي الشورت تشين فاتي اسيد سوليد ولا ليكويد؟ ليكويد. قال لك وكمان فولاتايل متطايره. الاسيتيك اسيد الخل لو سبتيه في كوبايه كده وعريان هتلاقيه بعد شويه هيطير كله مش موجود. لان كل ما يكون الفاتي اسيد في شورت تشين كربونتين ولا اربعه ممكن يبقى فولاتايل. عندي دلوقتي لايبيز كسرت التاج طلعت شورت تشين فاتي اسيد ودي فولاتايل تتطاير وتدي الاويل الباد اودر. ليه بقى بنشم ريحه وحشه؟ عشان الشورت تشين فاتي اسيد دي فولاتايل فهشم ريحه وحشه للاويل او الفات. جميل جدا جدا جدا. نعم هقولها كلها تاني. اسمها هيدروليتيك رانسيتي وهايدرو يعني ميه ولايس التكسير يعني في الموضوع في شكل ميه في ميه اللي هتبوظ الاوضه اللي فاتت. سببها ايه؟ اكسبوجر لمويستر رطوبه وبكتيريا. البكتيريا تنمو في وجود ميه والبكتيريا فيها انزيم اسمه لايبيز. اللايبيز يكسر التاج ويطلع شورت الشين فاتي اسيد. الشورت الشين فاتي اسيد صفتها انها فولاتايل تتطاير ولما تتطاير اروح انا شامم ريحه وحشه للاويل او الفات. فلو قال لك ليه في ريحه وحشه؟ ليه في باد اودر للاويل والفات؟ نتيجه وجود شورت تشين فاتي اسيد وهي فولاتايل. النوع الثاني من الرانسيتي اسمه اوكسيديتيف رانسيتي وهنا بيحصل بيروكسيديشن. مين يا ترى؟ يا سلسبيل يحصل له اوكسيديتيف رانسيتي اكتر ولا اللي فات؟ اويل. برافو عليك. ليه؟ لان الاويل فيها انسيتيف فاتي اسيد اكتر ففيها دبل بور اكتر وبالتالي معرضه للاوكسيديشن اكتر. يبقى الاوكسيديتيف رانسيتي تحصل في الاويل اكتر من الفات. طب مين في ميه اكتر؟ الاويل ولا الفات؟ في ميه الفات ميه اكتر وبالتالي الهايدروليتيك رانسيتي كومن في السوليد فات. اما الاوكسيديتيف كومن اكتر في الاويل.
تحصل في الاويل اكتر عشان الاويل فيها اثار الدهون اكتر. هيحصل ايه؟ قال لك الاويل هيحصل فيه بيروكسيديشن. يعني ليه الفات يعني عظيم اوكسجين وبالتالي الاويل يحصل له بيروكسيديشن ويتحول الى بيروكسايد. وانا بعمل بطل لازم اعمل ينزل ميه ولا جوانا وهكذا برضه لازم يكون فيها ميه. فالفات فيه ميه اكتر ده فات. اما الاويل لا ميه اقل بكتير. عشان كده لما بتحطي سياحي زبده ولا حاجه او زبده او بتاع تقعد فتره كده تعمل تبانش تشكيله اكتر اللي هي عشان فيها ميه اكتر. الاويل لا قليل قوي الموضوع ده كابس. اوكي؟ ده بطل بقى. فالاوكسيديف فرانزيزي كومن في الاويل عشان فيها عنصرين فاتي اسيد اكتر ده بيكون اكتر يحصل لها بيروكسيديشن وتتحول الى بيروكسايد. ثم لو حصل لها فيردر اوكسيديشن تديني شورت تشين الباهايد وشورت تشين فاتي اسيد ودول اللي يدوا باد اودر للاويل او الايه الفيت. ولو رجعت للاديشن اوف اوكسيم بتاع الحصه اللي فاتت هتلاقي اخر سطر يقول لك البيروكسايد هاف ا باد سميل اند تيست. اهو فعلا حصل بيروكسيديشن وطلع بيروكسايد ثم شورت الشين الدهايد وشورت الشين فاتي اسيد دول يدوا او فات باد سميل وباد تيست. طب انت هتقعد تتفرج يعني والاويل بيحصل له كده بيروكسيديشن وبوز فانت لازم تمنع الكلام ده. سؤال لا يخلو منه امتحان يقول لك اكسب لين واي فيتامين اي بالعربي فيتامين ه وكمان الفينول وكمان مركبات اسمها الفينول. قال لك بريفنت او ديكريز الانستنس اوف رانسيديتي. الحاجات دي يا جماعه فيتامين اي والفينول والفينول يقللوا الرانسيديتي ازاي؟ قال لك اصله هما شغلتهم انتي اوكسيدنت واوكسيدنت يعني اوكسيديشن وانتي يعني ضد هما مضادات للاكسيدنت فبتبريفنت البروكسيديشن اوف اويل او فات فتمنع الرانسيديتي. فينولز يا جماعه عباره عن بنزين رينج شابك فيها دبل بوند او دبل بوند اسمها فينولز دي موجوده في الستراكشر اوف فيتامين كي اسمها كوينوت. خلي بالك فيتامين اي ده فات ولا اوتر في الجسم؟ فات. طب فيتامين كي اللي هو كوينوت ده برضه فات. فاي اويل واي فات فيه فيتامين اي وفيتامين كي يبقى ده موجود ناتشرالي في اي اويل. ربنا خلق الاويل والفات في فيتامين اي عشان يقلل نسب حدوث الايه؟ البروكسيشن. فلما نشتري زيت مكتوب عليه مع فيتامين ه تقول انت كداب. اي زيت فيه فيتامين ه او ربع جنيه فيه فيتامين ه وابو 50 جنيه فيه فيتامين ه ده كمان بيزود قوي في الجلد بيقول لك ايه؟ خالي من الكوليسترول صح؟ هو في زيت اصلا فيه كوليسترول؟ الكوليسترول يا جماعه ده السورس بتاعه انيمال انيمال ما فيش بلانت عندها كوليسترول اصلا. الكوليسترول ده بيجي من الانيمال وده زيت طبعا بيضحك عليك بيضحك عليك. كل ده كلام كوميرشال كلام اعلانات. مفيش زيت فيه كوليسترول ابدا ابدا ان الكوليسترول ده جاي من انيمالز وده زيت جاي من بلان فلا يوجد زيت على الاطلاق يحتوي على كوليسترول. الكلام ده كلام كوميرشال بيقول لك مع فيتامين ايه ويز فيتامين اي كل الزيوت فيها فيتامين اي لكن ممكن عشان بس نصفر يقولوا هم مزودين شويه ولا حاجه يعني زودوا نسبته شويه لكن كلهم فيهم فيتامين لكن ما فيش ولا زيت يحتوي على الكوليسترول. ده كلام اصلا كلام السؤال ده في كل سنه. يبقى انا قلت ايه بقى الموضوع اللي هو ايه؟ رانسيديتي الديفريشن ديفلوبمنت وفات فليفر اوف اويل اور فات وفليفر يعني ايه؟ تيست وسميل. ال بوث اكسبوجر ليه مهم؟ الام واتشر الاو اوكسجين اتش اي تمبشر والام ميتا اشمعنى شغال كهرباء. الدايت نوعين يا اما
هيدروليت ياما هيدروليت نتيجه الفوجه لايه او بكتيريا البكتيريا هي دي اسمها ايه زي كسر التاج ويطلع بروتين مسؤوله عن الباد سميل اوف اويل او فات النوع كان اسمه ايه اوكسيديت اكتر اويل ولا فات اكتر في اويل ليه عشان فيها اكسيديت فات اسيد اكتر وبالتالي ممكن يحصل لها بيروكسيديشن اكتر طيب جميل جدا 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 هيتحول الاويل الى بيروكسايد فيردر اوكسيديشن هيحوله ايه شورت الشين اند هايد وشورت الشين فاتي اسيد يدي الاويل باد سميل التيست هتفرج ولا همنع الكلام ده يا شباب؟ انا كمان هحط ايه؟ فيتامين اي او فينولز او وينول ودول شغلهم من دون انتي اوكسيد فيقللوا البروكسيديشن اوف اويل او فات ويخلوا عمر الاويل او الفات كده خلصنا الكوبرتنس اوف تاك خلصنا الكيميكال بروبرتنس اوف تاك وخلصنا اول نوع من السيمبل ليفل يا غايه الدويه بس يا بنت ايه ده؟ لا ما اعرفش يعني كده انا اصلا ممكن اطلع الكليه عشان ما اقدرش ندخل لتاني سيمبل ليفل اللي اسمه واكسس الشموع انا مش هاخد حد تاني انا مش سامع والله ما انا اصلا كنت بسولج كنت بسولج كنت عملت ايه بسولج كان غريب جدا اه اصلا من الكتاب بنفسي انا حتى ما قريتش الكتاب بتاعه انت حتى انت امبارح خلاص لما كلمت على سم الليفل قسمتها على حسب الالكول نوعين لو الالكول كوليسترول سميتها تاء لو الالكول لونج تشين الكول مونستر كاربون سميتها ايه واكسس الشموع لو عارف يا جماعه الواكسس هي استر ما هي سمبل ليفل وبالتالي هي استر هي استر اوف لونج تشين فاتي اسيد وذ لونج تشين الكول الاثنين لونج الفاتي اسيد لونج تشين والالكول لونج تشين وبالتالي طلع لي واكس شمع طيب طب الشموع دي يا جماعه مكانها فين؟ الاقيها موجوده فين؟ موجوده في الترانك اوف تريز في جذع الاشجار في اشجار بلاقيها بتطلع في المناطق البارده الاقي في الترنك بتاعها في شموع في واكس ده حتى الاشجار دي بناخد منها الصمغ معنى الصمغ العربي الترنك وبعض الجيز الصمغ والواكس والحاجات دي موجود في بعض انواع الاشجار مش بس كده ده موجود في الفير اوف انيمال يعني ايه فير اوف انيمال؟ الفرو بتاع بعض الحيوانات الدب القطبي الدب القطبي عايش وتلج 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 30 يوم في الشهر على طول تلج ربنا اداله فرو تقيل قوي قوي يدفيه حتى لو الفرو التقيل ده هو على طول تلج 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 ما ممكن يتبلج والتلج يوصل لغايه جلده لا ربنا اداله كمان طبقه شمعيه يكسو بيها الفرو وتمنع الميه انها توصل لجلده فبالتالي الاقي الواكس موجود في الترانك اوف تريز والفير اوف انيمال وظيفته ايه؟ ايه الفانكشن؟ قال لك سبورتيف وكمان بروتكتيف ايوه فعلا بتسبورت بعض التريز وبتبروتكت بعض الانيمالز من الكولد ويزر ايه الاكزامبلز؟ قول لي بعض الامثله على واكس اول نوع اسمه بي واكس مين بيحب العسل الابيض؟ مين بيحبه؟ بيحبيه شوف لما بابا بيشوفه كده بيفتح العلبه تلاقي طبقه شمعيه كده طبقه التكييف طعمه حلو قوي لا جميل اه جميل النحل ليه شمع اسمه شمع النحل لو في كده يعني هاي بيور ومصدره كويس ممكن تلاقي كده على السطح كده طبقه شمعيه ما جربتوش ولا يا جماعه؟ لا جربناه طبعا شمع نفسه بقى يا سلام على بابي ده بابي ده ما بيبقاش باين شمع يبقى البي واكس البي واكس ده عباره عن استر اوف بالميتيك اسيد ده 16 كربونه مع الكول اسمه ميريسيل الكول
والمنزيل اربل فيه 30 كربون. يبقى البي واكس ده بس اسميه اسمه كده ترو واكس شمع حقيقي عبارة عن إستر وبالميتيك أسيد ده فيه كم كربون 40 جرام؟ 16 بقى في الستيل ألكول اللي فيه 30 كربون وده البي واكس. كمان في لانولين واكس اسمه لانولين ده إستر أوف كوليستيرول ديريفاتيف. خلي بالك الكوليسترول ده في او اتش نعمل لسه جاي ان شاء الله في او اتش منها 3 في هو 27 كربون في نمبر 3 او اتش فعشان كده بعتبره كانه الكول والدليل اول مش اسمه كوليسترول يعني في اول طالما في اول يبقى هو ايوه الكول مع فاتي اسيد دي اسمه الاستر ده اسمه لانولين ده عباره عن واكس ده يا جماعه بيطلع نورمالي في جسمنا في الشعر لو خرجت كده من الصبح بس ولا حاجة وقعدت الاخر يوم ورحت تحكي عملت شوية مظاهرات ورميت المولوتوف على الداخلية وكده فهترجع بقى في اخر اليوم كده لو مشيت ايدك على شعرك هتلاقي كده طبقة دهنية على شعرك دي عبارة عن لانولين ده معظم كريمات الشعر اللي بتلاقيها جاية من يو اس ويو كي وبتاع هتلاقي فيها لانولين مكتوب يقول لك لانولين 70% لانولين 100% بعض الكوزموتيك بريباريشنز بتستخدمها الفيميل لو قريت الانجريدينت هتلاقي لانولين عارفين جرين الاساس عارفين الحاجات دي حاجات بتتحط كده على البشره عشان تداري الديفوهات لو هي يعني موجوده يعني لكن ان شاء الله مش موجوده ولا حاجه لو في حاجات بتداري الحاجات اللي موجوده في البشره فلو قريت الانجريدينت هتلاقي لانولين اوكي طيب دي حاجه كمان يقول لك فيتامين ايه استرز فيتامين ايه اسمه ريتينول يعني الكول فمع فاتي اسيد يدي شمع بسمي ده فيتامين اي استر هو فيتامين اي جبناه من ماده من شويه اسمها ايه؟ الماده اللي بتديني فيتامين ايه؟ كاروتينويدز الكاروتينويدز موجود في الكاروت يديني فيتامين اي وفيتامين اي عرفنا اسمه دلوقتي ريتينول ولو شبك في فاتي اسيد يدي استر اسميها فيتامين اي فيتامين اي بيجي منين؟ طب فيتامين اي كمان كالسيفيرول ده اكبر هو التاني ده فالكالسيفيرول استرز عبارة عن واكس برضه يبقى دي اكزامبلز الواكس على فكره بتيجي في الامتحان النيوميريت 2 اكزامبلز 3 اكزامبلز زي ما اطلب ليه الواكسز اقول له اه بي واكس ده بارميتك اسيد مع ميليستيل الكول وكمان اللانولين ده استرز ديريفاتيف خلي بالك ده يقول لك استرز وكوليسترول لا هو استر وكوليسترول ديريفاتيف يعني ماده مشتقه من الكوليسترول هي اللي عايز تفهم فاتي اسيد وفيتامين اي استر وفيتامين دي استر دي كلها اكزامبلز على واكسز ومن هذه الواكسز خلصنا السمبل ليفت ندخل بقى النوع الثاني والاكثر اهميه وهو الكونجوجيتد فيتامين دي بيجي من الشمس وكمان بقى موجود كمان ممبرين مش عارسين ممبرين من عليها بايلير وعليها 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 كده 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 بتاعت الأفينيتي بتاعت سيروم كم مرة بس كونجوجيتد مع انذر جروب لو جروب فوسفيت كونجوجيتد لو جروب كربوهيدرات كونجوجيتد لو جروب بروتين افرحي ياسمين ما عندناش البروتيوليبيد الحمد لله عندنا بس الفوسفوليبيد والجلايكوليبيد فلو هي كونجوجيتد مع فوسفيت اسمي الجروب فوسفوليبيد لو كونجوجيتد مع كربوهيدرات اسميها جلايكوليبيد بس دول اللي عليك البروتين ليميت مش عليك الفوسفو ليميت عباره عن سمبل ليميت كونجوجيتد مع فوسفيت قال لك اقسمها على حسب نوع الالكول احنا قسمنا السمبل ليميت على حسب نوع الالكول لو الالكول جليسترول سميناها تاب ولو الالكول لونج تشين الكول سميتها واكسز انا كمان بقسم الفوسفو ليميت برضه على حسب نوع الالكول قال لك لو الالكول جليسترول اسميها جليسترو فوسفاتايد يا ساتر يا رب ايه ده اصل كلمه فوسفاتايد يعني فوسفوليبيد
ففوسفوليبيد فيها جليسترول اسميها جليسترو فوسفاتايد او فوسفو جليسترايد الاثنين صح. يا اما اسميها جليسترو فوسفاتايد يا اسميها فوسفو جليسترايد. لو نطقت الجليسترو الاول يبقى اسمها جليسترو فوسفاتايد، لو نطقت الفوسفيت في الاول يبقى فوسفو جليسترايد كل واحد. وقال لك لو الالكوهول فيه 18 كربونه واسمه سفنجوزين، سفنجوزين اسميها سفنجومايلين. سفنجوزين ده بسميه سفنجوزين او سفنجول. يبقى لو الالكول كوليسترول جليسترو فوسفاتايد او فوسفو جليسترايد، لو الالكول سفنجوزين اسميها سفنجومايلين. نبدا باول كاتيجوري وهو الجليسترو فوسفاتايد. تسعه عد معايا، اول واحد فوسفاتيك اسيد، الثاني ليزوسين، الثالث كيفرين، الرابع فوسفاتايد السيرين وفوسفاتايد الاينوسيتول وبلازمالوجين وكارديوليبين وفوسفاتايد الجليسترول ورايزو فوسفوليبين. كل دول جليسترو فوسفاتايد كلهم يتفقوا انهم فوسفوليبيد. الالكوهول فيهم جليسترول وعلى فكره في منتهى السهوله كلهم، وهنطلع هنا ان شاء الله حضرتكم. اول واحد اسمه فوسفاتيك اسيد. فوسفوليبيد ولا مش فوسفوليبيد؟ انكروا ان هو فوسفوليبيد؟ طبعا فوسفوليبيد. الالكوهول جليسترول ولا سفنجوزين؟ جليسترول. في كام كربونه؟ دياجرام. برسمه دياجراماتيكال كده، ده دياجرام، دياجرام مش فورمولا، دياجرام. بيبقى ال جليسترول فهتدور ناحيه الليفر. قال لك لو حطيت في رقم واحد ساتيوريتد فاتي اسيد، ولو حطيت في رقم اثنين ان ساتيوريتد فاتي اسيد، وحطيت في رقم ثلاثه فوسفيت، يبقى اسمه فوسفاتيك اسيد. يبقى اسمه ايه؟ فوسفاتيك اسيد. ولو سالني تسع اسئله ممكن اجاوبهم باجابه واحده بس، لو قال لي الكيميكال نيتشر بتاع الفوسفاتيك اسيد او اي واحد من التسعه الباقيين اقول ايه الكيميكال نيتشر؟ قول ايه يا عبد الحميد؟ جليسترو فوسفاتايد فوسفوليبيد كلهم كده. طب لو سالني سؤال لو سالني سؤال وقال لي ايه الهايدروليتيك برودكت بتاع الفوسفاتيك اسيد؟ جليسترو وفوسفيت دول مهموش دول؟ جليسترو ساتيوريتد فاتي اسيد، ان ساتيوريتد فاتي اسيد وفوسفيت. ولو عايز اختصر اقول جليسترو اثنين فاتي اسيد وفوسفيت. قال لك الفوسفاتيك اسيد مكون من جليسترو ساتيوريتد فاتي اسيد نمبر 1، ان ساتيوريتد فاتي اسيد نمبر 2، وشبك فيها فوسفيت. وده السمبل فوسفوليبيد، ابسط فوسفوليبيد. وباقي الفوسفوليبيد بتيجي منه. لما اتكلم عن باقي الفوسفوليبيد دلوقتي، باقي الجليسترول فوسفاتايد، بقول لك هو عباره عن فوسفاتيد بس ضيف عليه حاجه ثانيه. وبيتكون during synthesis of tag and during synthesis of other فوسفوليبيد. يعني وانا بصنع تاج وكمان وانا بصنع الاذر فوسفوليبيد في السكه كده بلاقي يتكون معايا هذا الفوسفاتيك اسيد. وده ابسط جليسترول فوسفاتايد. التاني اسمه ليزوسين. خلي بالكوا قبل ما ادخل على ليزوسين، ينفع اسمي الفوسفاتيك اسيد داي ايسايل جليسترول فوسفيت؟ يبقى ده اسمه التاني. هو جليسترول شابك فيه اثنين فاتي اسيد، يبقى داي ايسايل جليسترول وفوسفيت. ما انا بقول لك، لما بقول لك في الام سي كيو داي ايسايل جليسترول فوسفيت اس، تختار فوسفاتيك. يبقى هو اسمه التاني داي ايسايل جليسترول فوسفيت. اللي بعده اسمه ليسيسين او فوسفاتايد الكولين. يبقى اسمه ليسيسين او فوسفاتايد الكولين. بص بقى اوعى تلخبط ما بين الفوسفيت والفوسفاتايد. فوسفيت يعني فوسفوريك اسيد، اما فوسفاتايد يعني فوسفاتيك اسيد. جليسترول ساتوريتد وساتوريتد وفوسفيت. قال لك الاسم اسمه فوسفاتايد كولين
هو عبارة عن فوسفاتيديك أسيد شارك في المولين. يبقى كده اسمه ليسيسين أو فوسفاتيد المولين. فاطمة كيميكال نيتشر أوف ليسيسين. كيميكال نيتشر يعني شجر في العيلة. جليسترو فوسفاتيد. لا موسفوليس ده صح موسفوليس جميل. كونجوجيتد ليميت ليميت. يبقى جليسترو فوسفاتيد فوسفوليبيد كونجوجيتد ليميت ليميت. قلت له اسمك ايه؟ غدير. قول يا غدير الهيدروليتيك برودكت. بس فوسفيت وكولين ماشي وجليسرول ساتوريتد فاتي اسيد وانسولين فاتي اسيد. ابدا دايما بجليسرول. ابدا بالالكول. الالكول جليسرول. واحد ساتوريتد فاتي اسيد. وفي نمره اثنين انساتوريتد فاتي اسيد. وفي نمره ثلاثه فوسفيت وكولين. امشي كده عشان ما تنساش. اقول الاول الالكول جليسرول. رقم واحد ساتوريتد. رقم اثنين انساتوريتد. ثلاثه فوسفيت وكولين وده اسمه ليسيسين. رقم 3 يا جماعه اسمه كيفالين. كيفالين او اسمه فوسفاتيد الايثانولامين. ده بتعتبره ازاي؟ قال لك زي الليسن بس شيل الكولين حط مكانها ايثانولامين. يبقى زي الليسن بس هشيل الكولين واحط مكانها ايثانولامين. طيب جميل يا احمد يا جلال. كيميكال نيتشر اوف كيفالين. ايوه ما كلهم كده. طيب يا وسام قولي لي الهيدروليتيك برودكت اوف كيفالين. برافو عليك. يبقى جليسرول ساتوريتد فاتي اسيد انساتوريتد فاتي اسيد فوسفيت وايثانولامين. خلي بالكوا بعض الدكاتره عندنا سيفالين. فلما نطقها كده تسوكي يعني لو سمعتها كده تسوكي. فاسمها كيفالين او سيفالين. نمبر فور. نمبر فور قال لك اسمه فوسفاتيدل سيرين. سامعين يا شيرين؟ اسمه ايه؟ فوسفاتيدل سيرين. السيرين ده عامل ايه؟ قال لك ده يترسم ازاي؟ قال لك زيه زي الليزن بس شيل الكولين وحط سيرين. صح الكلام ده يا جماعه؟ كيميكال نيتشر يا دكتوره اللي هتنامي مني. اسمك ايه؟ حمراء. حمراء. حوراء. قولي يا حوراء الكيميكال نيتشر. شجرة العيلة. جليسترون فوسفاتايد. فوسفوليبيد. كونجوجيتد ليبيد. وليبيد. قولي يا محمد هيدروليتيك برودكت. فوسفيت. علي اسمك يا وليد انت راجل. فوسفيت. ابدا بالالكول. جليسرول. ايوه. تو فاتي اسيد. ايوه. فوسفيت. ايوه. سيرين. برافو عليك. يبقى اسمه فوسفاتيد سيرين. اللي بعده بقى احنا عارفينه بقى وصاحبنا بقى من زمان جدا بقى. اسمه فوسفاتيد اينوسيتول. ده حتى ليه اسم دلع. اسم الدلع بتاعه ايه؟ لايكوسيتول. خدناه فين؟ ايوه في الشوجر هارمون. اسمه فوسفاتيد الاينوسيتول او اسمه لايكوسيتول. ده عباره عن ايه؟ زيه زي الليزن بس نشيل الكولين ونحط مين؟ اينوسيتول. كلام متكرر. قول يا مروه كيميكال نيتشر. فوسفاتيد الانسيتول ولا بعدين عندك في النوتس لازم نلعب كوتيا. الجلاسوفوسفاتيد. جلاسوفوسفاتيد. فوسفاتيد بعدين الفوسفوليبيد. بعدين كونجيت بعدين ليبيد. الدكتور اللي وراها اسمه ايه؟ ايوه حسام عم. حسام. حسام. قول يا حسام الهايدروليتيك برودكت. جلاسوفوسفاتيد. برافو. وفاتي اسيد. انساتوريتد فاتي اسيد. ماشي. وفاتي اسيد. وساتوريتد فاتي اسيد. ماشي. وانوسيتول. وفوسفيت. يبقى جليسرول ساتوريتد وانساتوريتد وفوسفيت وانوسيتول.
يبقى جليسرول سابريت فاتي اسيد او سابريت فاتي اسيد فوسفيت وانستول وده اسمه لايبوسيتول. نمبر 6 اسمه بلازمالوجين. خلاص بقى حفظنا اللعبه. قال لك زي الليسن كان شابك في الفوسفيت كولين اهو، بس هنا بقى مش هغير الكولين، قال لك هغير الساتوريتد فاتي اسيد، هشيل الساتوريتد فاتي اسيد واحط مكانه ان ساتوريتد فاتي الكول. عايز طالب مجرب يقول لي الفاتي الكول يجي ازاي من الفاتي اسيد؟ من الاشهر بارشل ولا كوبليه؟ كوبليه. لو كان فاتي الدهايد يبقى بارشل، لكن فاتي الكول كوبليه. يبقى اجيب ان ساتوريتد فاتي اسيد اعمل له ريدكشن فيبقى ان ساتوريتد فاتي الكول، احطه في نمبر 1. يبقى بلازمالوجين زي لسن بالظبط لكن في نمبر 1 شابك فيها ان ساتوريتد فاتي الكول. جينين كيميكال نيتشر اوف بلازمالوجين. ايوه جسرو فوسفاتايد فوسفوليبيد كونجوجيتد ليبيد ليبيد. دكتوره اللي وراها اسمك ايه؟ قولي يا ساره. هايدروليك برودكت. ايوه الجليسرول انساتوريتد فاتي الكول وانساتوريتد فاتي اسيد وفوسفيت وكولين. ده البلازمالوجين. اللي بعدها بقى مهمه جدا 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 كارديوليبين. بطلوا رقم كارديوليبين. كارديوليبين ده اسم تاني اسمها التاني يقول لك ايه؟ داي فوسفاتايد كوليسترول. ده كلمة فوسفاتايد يعني فوسفيت ولا يعني ايه؟ يعني لا يعني فوسفاتيديك اسيد وضيع يعني اثنين. فده اهو فوسفاتيديك اسيد كوليسترول ساتوريتد فاتي اسيد وان ساتوريتد فاتي اسيد وفوسفيت. مش ده فوسفاتيديك؟ اه. وده كمان اهو فوسفاتيديك كوليسترول ساتوريتد فاتي اسيد ان ساتوريتد فاتي اسيد وفوسفيت. كده بقى عندي داي فوسفاتيد. قال لك اشبك الاثنين مع بعض في جليسترول من بره اهو. جبت جليسترول من بره شبكته مع بعض. وبالتالي بقى عندي كارديو ليبن عباره عن داي فوسفاتيد الجليسترول. عايز واحد مجرم يقول لي هايدروليك برودكت. اتفضلي. برافو. برافو. لا مش وان بقى بس كده اسمك ايه؟ برافو يا فندم. عيب جدا. هبدا بالايه؟ بالالكول. عندي كام جليسترول؟ واحد واثنين وثلاثه. كل فوسفاتيد في جليسترول بيبقى عندي اثنين وعندي جليسترول شبكهم مع بعض 3 جليسترول. عايز دول اربعه فاتي اسيد اوكي. عايز دول اثنين ساتوريتد واثنين ان ساتوريتد فاتي اسيد صح. واثنين فوسفاتيد. يبقى ثلاثه جليسترول واربعة فاتي اسيد واثنين فوسفيت. ده الهايدروليك برودكت اوف كارديوليبين. وخلي بالك اسمه كارديو عشان موجود في الهارت. موجود في الهارت فاسمه كارديوليبين. طيب جميل. نمبر 8 بقى ده هفهم خالص وسهل خالص. اسمه فوسفاتايد الجليسترول. هرسمه ازاي ده؟ قال لك زيه زي الليسن. الليسن كان عباره عن فوسفاتيديك اسيد جليسترول مع ساتوريتد مع ان ساتوريتد فاتي اسيد مع فوسفيت وكان شاف الكولين. قال لك لا مكان الكولين هحط جليسترول تاني واسميه فوسفاتيد جليسترول. يبقى عندي فوسفاتيديك اسيد شابك فيه جليسترول. طيب مين جدا كده؟ مين يقول لي؟ مين يقول لي؟ مين يقول لي؟ قول يا دكتوره كيميكال نيتشر.
الانكليشن عن شجرة العيلة. جليسرو فوسفاتاي. تجيبه. فوسفو ليبت. تجيبه. كونجوجيت ليبت. ليبت. جميل جدا جدا جدا. ياسمين. قولي. هاي. قولي يا الاء الهايد جروث. برافو عليك يا جليسرو. دوكا ياسر. برافو عليك. يبقى اثنين جليسرو. وعندي اثنين فاتي اسيد وواحده مسكين. مش مرسومه الرسمه دي على فكره ولا انا مرسومه. بس انا مش متخيل دي جليسرو. نمبر 9 وده اخر واحد فيهم. لايزو فوسفوليبيد. لايزو فوسفوليبيد يعني هكسر الفوسفوليبيد. ده البرودكت اوف هيدروليسيز اوف فوسفوليبيد. لو كسرت الفوسفوليبيد الناتج بتاع التكسير هسميه لايزو فوسفوليبيد. طب هكسر ازاي الفوسفوليبيد؟ قال لك اهو. لو هرسم الفوسفوليبيد دياجراماتيكال اهو. نمبر 1 شابك ساتوريتد فاتي اسيد. نمبر 2 ان ساتوريتد فاتي اسيد. نمبر 3 شابك فوسفيد. وشابك ار الار دي راديكال. كولين لو نسن. ايه سانولامين لو جفنين. سيرين انستول. اي حاجه بقى. قال لك الانزيم اللي بيكسر التاج كان اسمه لايبيز. لان التاج ده اهم اللي بيت في جسمه. والانزيم اللي بيكسر الفوسفوليبيدز اسميه فوسفولايبيز. اسميه فوسفولايبيز. وعندي اكتر من نوع من الفوسفولايبيز. قال لك لو الانزيم بيكسر الفوسفوليبيد هنا في الكربونه نمبر 1 وبيعمل ريليز الفاتي اسيد اللي بشابك في نمبر 1 اسميه فوسفولايبيز اي 1. فوسفولايبيز اي 1 يعمل ريليز الفاتي اسيد من كاربون نمبر 1. طب لو الانزيم بيكسر هنا ويعمل ريليز الفاتي اسيد اللي شابك في نمبر 2 اسميه فوسفولايبيز اي 2. فوسفولايبيز اي 2. طيب لو الانزيم بيكسر هنا ما بين الفوسفيت وثالث كربون هسميه فوسفولايبيز سي. فوسفولايبيز سي. طب لو بيكسر ما بين الفوسفيت والراديكال هسميه فوسفولايبيز دي. وهذا الانزيم نوت بريزنت ان انيمال تيشوز. يبقى عندنا الوان و2 وسي لكن ما عندناش الفوسفولايبيز دي ده بريزنت ان بلانت. ده مين اشهر فوسفولايبيز في جسمي؟ ايه؟ يبقى الفوسفولايبيز اي 2 هو النمور كومن في جسمي وبيشيل فاتي اسيد من نمبر 2 في الفوسفوليبيد. فباقي الفوسفوليبيد ما يبقاش اسمه فوسفوليبيد يبقى اسمه ايه؟ لايزو فوسفوليبيد. يبقى اسمه لايزو فوسفوليبيد. مين فيكم بيخاف من التعبير؟ مش بتخافوا؟ كلنا اه طبعا. التعبير دي بتموت صح؟ سؤال بيجي كتير قوي في الامتحانات يقول لك اكسبلين واي سنيك فينم مي ليد تو ديس. اه مي ممكن ننقذك يا اخي. ايه المشكله يا اخي؟ ليه سم التعبان يموت؟ ليه سم التعبان بيتخلى ولا بيموت؟ خلي خالص ليه بيموت سم التعبان؟ ايوه ازاي بقى؟ ده عندنا في ده ما تدوش الفيزيولوجي يعني عندنا في ازاي؟ قال لك الاسناك فينا في انزيم اسمه ليسيسينيز والاذكياء فقط. الاسنيز ده بيكسر مين؟ برافو عليك كويس. اسمه ليسيسينيز يعني بيكسر الليسن. وده فوسفوليبيد موجود في السيل ميمبرين اوف ار بي سيز يكسره ويخليه لايزوليسيسين. يبوظ السيل ميمبرين اوف ار بي سيز يبقى فراجايل ويحصل هيموليسيس والشخص يتوفى الى رحمه الله شهيد الوطن وشهيد التعبير. يبقى لو قال لي اكسبلين واي سنيك فينم مي ليد تو هيموليسيس او مي ليد تو ديس اقول بيكوز ات كونتينز انزايم كولد للسنيز
بيحول الليسلايزوليسل صح، بيحول الفوسفوليبيد لايزوفوسفوليبيد صح، وبالتالي يحصل دامج للفوسفوليبيد اوف ار بي سيز ويؤدي هذا الى هيموليسيس. نقول تاني ايه الجليسروفوسفاتايد؟ البيرنت اسمه فوسفاتيك اسيد او اسمه دايديسايل جليسروفوسفيت، ومنه اشتق باقي الجليسروفوسفاتايد. ليسن عباره عن فوسفاتيك بلس كولين، كيفالين فوسفاتيك بلس ايثانولامين، فوسفاتيدين سيرين، فوسفاتيك مع سيرين، فوسفاتيدين انوزيتول اسمه تاني لايبوزيتول، فوسفاتيك مع انوزيتول، بلازمالوجين ليسن بس رقم واحد انساتوريتد فاتي البوم، كارديوليبين دار فوسفاتيدين جليسترول، وكمان في فوسفاتايد الجليسترول عباره عن فوسفاتيدك مع جليسترول، ولايزوفوسفوليبيد ناتج من تكسير الفوسفوليبيد باي فوسفولابيز. هسال سؤال يجاوبه واحد في المية، لو قلت لك النمرين الفوسفوليبيدز اللي خدناها اللي فيها كولين، ايه الفوسفوليبيدز اللي خدناها كولين لغايه دلوقتي؟ الليسترول يبقى لغايه دلوقتي خدنا مين؟ ناخد بعض بعد شويه. يبقى دلوقتي خدنا الليسن في كولين، وخدنا كمان بلازمالوجين في كولين. هناخد واحد كمان بعد شويه. اقرا الصفحه. توصيفه يقول انه امينو الكول، يعني الكول يحتوي على امينو جروب. اللي عايز يعرف الفورمولا بتاعته، في 18 كربون CH2OH CHNH2 CHOH CH4CH CH2 12 مره، وفي الاخر CH3 قد معايا 1 2 3 4 5 و 6 12 يبقى 18 في 18 كربونه مش عارف في 18 كربونه ويحتوي على امينو جروب، فاوصفه واقول انه امينو الكول اسمه سبينبوزين، وساعات اسميه سبينبول لانه الكول فاسميه سبينبول. قال لك لو جيت هنا في نمبر 2 وحطيت فاتي اسيد يتحول اسمه الى سيرامين، انا برسمه دياجراماتيكالي بمستطيل كده، من هناك برسم الجليسترول دياجراماتيكالي الرسمه دي، ده برضه دياجرام، اوكي؟ ده سبينبوزين. قال لك لو جيت في رقم 2 وحطيت فاتي اسيد يبقى اسمه سيرامين، اسمه ايه؟ سيرامين. ساعات الناس بتقول سيرامين، بس سيرامين اسهل واحسن منه، سيرامين. خلي بالك لما كنت بعمل تاج عبد الرحمن، لما بعمل تاج عبد الرحمن الفاتي اسيد كان بيشبك في الجليسترول، المهم اسمها ايه؟ الفاتي اسيد مع الجليسترول لما بيشبكوا مع بعض المهم اسمها ايه؟ بص عليك، بص عليك يا وحش، المهم اسمها ايه؟ استرز طبعا، لكن اسمها استر فورميشن، لا طبعا استر اسيد فاتي اسيد مع الكول جليسترول بس اسمها ايه؟ استر. يسألني دايما البوند هنا السبينجوزين مع الفاتي اسيد بوند اسمها ايه؟ لو قلت اسر تسعه ليه؟ لان الفاتي اسيد بيشبك في نمبر 2 ونمبر 2 مش الكحول دي امينو جروب، فالبوند يبقى اسمها ايمايد، ايمايد بوند، وعشان كده اسمه سيرامايد، سيرامايد البوند ايماي بسميه سيراميد او سيراميد. السيراميد
يستخدم في الكوزموتيك بريباريشن، برضه بيحطوه في مستحضرات التجميل. طيب جميل. طيب انا عايز اعمل سفنجومايلين، اعمل سفنجومايلين ازاي؟ قال لك تعالى بقى نمبر 1 واحط فوسفين واحط كولين